ما هي التشاكرات العلوية؟ ومدى تأثيرها علينا في حياتنا اليومية؟ وأين تقع أماكنها تحديداً في أجسادنا؟ هي العجلات الطاقية المصغرة والمجرات الكبيرة في الكون، تدور كما تدور المجرات حول مراكزها. فلنبدأ الآن، ابقوا معي. أهلا بكم في قناة نوسا تارو 1111. لقد تحدثنا في السابق عن الشاكرات السفلية ابتداء من أسفل جسمك وإلى أعلى قمة الرأس، ممتدة على مدى العمود الفقري. وأول الشاكرات السفلية شاكرا الجذر باللون الأحمر، وشاكرا الثانية شاكرا العجز باللون البرتقالي، وشاكرا الثالثة شاكرا الضفيرة الشمسية. اللي ما شاهد الحلقة موجودة على قناتي أو بتطلع لكم الحين فوق الصفحة علشان تفهمون الموضوع بالكامل وبشكل تفصيلي. اليوم حديثنا عن الشاكرات العلوية، الارتقاء الروحي، الإبداع الحسي والوعي. وبالترتيب من الأسفل إلى الأعلى، الشاكرة الرابعة ويرمز لها باللون الأخضر وهي شاكرة القلب، والمنفذ الطاقي الخامس شاكرة الحنجرة، ومركز الحاسة السادسة وهو المنفذ السادس شاكرة العين الثالثة، والسابعة هي بوابة التواصل الروحي مع المصدر وهي شاكرا التاج. اليوم راح نخص حديثنا في شاكرا القلب وباقي الشاكرات كلهم في حلقة أخرى. ويلا نبتدي بالشاكرا التي تلي شاكرا الضفيرة الشمسية، وهي المنفذ الطاقي الرابع شاكرا القلب. قد أكاد أجزم أنها أقوى وأهم شاكرا، لها تأثير كبير وفعال على جميع المنافذ الطاقية الموجودة في أجسادنا. هي المحرك الديناميكي للعجلات الطاقية الموجودة فينا. هي الجسر الذي يربط الشاكرات السفلية بالشاكرات العلوية، بل هي النبض الذي يكون حلقة الوصل بين حياتنا المادية وحياتنا المعنوية. وهي الشاكرا التي أطلق عليه المتأملين القدامى شاكرا التوازن النفسي والعقلي، ويرمز لها برقم 4، ورقم 4 في علم الأرقام هو رقم التوازن الكوني. أتعلمون يا نساء الكون؟ يا الله علينا نحن الحريم، صاحبات القلوب الطيبة، صاحبات القلب الرحيم، نحن الأقرب للحب الغير مشروط، لأننا والحب واحد. لو تعلمون مدى قوة وتأثير الحب الغير مشروط، هذا حديث آخر، قصة وحكاية حيث تبدأ من عندنا إحنا النساء في حلقات مفصلة إن شاء الله. انتظروني، خليتوني أسرح بعيد، أنتوا شكلكم بتقاطعوني كمان في هذه الحلقة. يلا نكمل موضوع شاكرا القلب. شاكرا القلب يرمز لها باللون الأخضر وتقع فوق القلب مباشرة، وهي المسؤولة عن الحب. عشان كذا احنا قلنا عن الحب الغير مشروط وتكلمت عن النساء وهالسوالف. اوكي، وين وصلنا؟ اوكي، وهي المنفذ الطاقي المسؤول عن الحب بشكل عام. ما اقصد الحب هنا فقط للعلاقات العاطفيه، لا، هو الحب الام لاطفالها، الحب المرء لاهله، لاصحابه والى اخره. وهي ايضا الشاكرا المسؤوله عن التحكم في قدرة التواصل وقوة الحب في حياة الإنسان وشعوره بالسعادة والسلام الداخلي. وعند حدوث أي خلل فيها أو انسداد في المجرى الطاقي لها، تتعطل جميع عواطفنا وينطفئ بريق حياتك. يعني خلاصة القول، تكون حي ميت. وتأثيرها المباشر علينا في حالة عدم توازنها من الناحية الجسدية أي العضوية، هي كثير حدث ولا حرج، مشاكل في القلب، ضعف في عضلة القلب، ارتفاع أو هبوط في ضخ الدم، ضغط الدم بشكل عام، مشاكل في الأوعية الدموية، انسدادات في الشرايين، وكذلك مشاكل في الجهاز التنفسي، تحديداً شرايين القلب الأساسية. يعني باختصار نموت. شفتوا مدى تأثيرها علينا؟ يعني الناس، والله شو أقولكم، هذا علم، هذا الكلام اللي أقوله لا يقيم بثمن أصلا، لأنه سر من الأسرار الكونية. أنت تقي نفسك، أنت تعالج نفسك بنفسك بطاقتك أنت، يعني لا بتحتاج حد ولا شيء، مجرد الوعي فقط، أنك تعي وتعرف شو الأشياء اللي تأثر عليك من هذه النواحي وتقدر تتفاداها قبل أن تحدث أو قبل وقوعها.
ما أدري يا جماعة ليش انفعلت في الحديث، المعذرة منكم أعزائي، يمكن هذا من الحماس الزائد، سامحوني. والحين عرفنا أن من الناحية العضوية أو الجسدية كيف تأثر علينا، تعالوا نتكلم عن تأثيرها من الناحية النفسية. طبعاً عند حدوث خلل فيها أو عدم توازنها يحدث لنا الخجل المفرط، يعني نستحي ونخجل من أي موقف، ما يكون عندنا الجرأة، نكون بليدين في المشاعر، أو تكون الشجاعة المفرطة. يعني شوفوا، يعني ما في شيء في الوسط، ما في شيء اسمه توازن في المشاعر هذه. يعني يا تكون خجول لدرجة مفرطة، يا تكون شجاع لدرجة مفرطة. التهور أو الجراءة الحدية، قوة القلب، يعني مثل ما يقولون قلبه قوي وما أدري شو. سمعتوا كثير عن أصحاب المغامرات اللي قلوبهم قوية، اللي يطيح نفسه من فوق الجبل ولا من فوق طيارة ولا من فوق مكوك، وفي النهاية يتوفى طبعا. فشفتوا كيف؟ لأن قلبه، شاكرة القلب مش متوازنة، ما فيها توازن، فيها خلل، فبهذا يلقي نفسه للتهلكة وهو مو عارف شو السالفة أصلا، أنه عنده انسداد في شاكرة القلب ومو عارف أصلا كيف يطلع هذا الانسداد أو ينظفه أو كيف يوازن طاقته. فهمتوا علي؟ طبعا في ناس ينولدون جبانين وفي ناس ينولدون قلوبهم قوية، هذا على حسب الأم أو على حسب طاقة الأم وأشياء كثيرة، وفي طاقات مكتسبة راح نتطرق لهذه الأمور كلها في الحلقات القادمة وفاهمكم شو الموضوع. وكمان لها تأثير علينا للبنات تحديدا، الغيرة الزايدة. عزيزتي الأنثى، إذا كنت تشعرين بغيرة شديدة لدرجة العدوانية، تأكدي أن لديك خلل حتما في شاكرا القلب، ما في توازن. نفس بعض الصديقات عندي العزيزات، أكيد قاعد تسمعني الحين في الفيديو، عندها هذا الموضوع ونصحتها شو تسوي. يا رب الحين تخف، حسيت إنها خفت شوي. يلا وتعالوا هني الشباب، الشباب لا تفتكر نفسك إن أنت واو وما عليك شيء، لا، إذا عندك خلل في شاكرا القلب عندك حب تملك لدرجة السيطرة اللي تخلي الواحد ينفر ويكره العيشة معاك. طبعا حب التملك عند كلا الطرفين، وكذلك الغيرة الشديدة عند كلا الجنسين. إذا إحنا نحس أن إحنا نغار كثير وعندنا حب تملك وحب السيطرة، وهذا معناته أن شاكرا القلب تحتاج لإعادة توازن أو تنشيط أو تفعيل أو نفض الطاقة اللي خلت المكان هذا مسدود. وطبعا لها تمارينها، والحين راح نتطرق للموضوع. التمارين هذه أو هالأشياء كنز، كنز قيمة كبيرة، يعني راح تغير حياتك حرفيا إذا أنت مارستها وخليتها كأسلوب حياة. ما بين فترة وفترة لازم دائما نحن ننظف شاكراتنا، ودائما إحنا نكون في حالة توازن طاقي. وفي الفيديوهات القادمة راح أقول لكم شو الأوقات المناسبة ومتى الفترات الزمنية، يعني ما بين شاكرا وشاكرا ننظفها وكيف ننظف شاكراتنا، هذا كله راح أقوله. يا أخي محتوى القناة هذا جدا دسم، وإذا أنتوا تابعتوني أول بأول أوعدكم حياتكم راح تتغير. وخلنا الحين نعرض الطرق اللي تخلينا ننظف الشاكرات ونعيد توازنها والتمارين المناسبة لها. أولا تمارين اليوغا، ومن تمارين اليوغا تمرين اسمه بيكرام، طبعا بنبحث عنه في الجوجل وراح تعرفونه، وراح ننزل انا الوضعيات كيف وشو اسمه وكل شيء ان شاء الله في حلقات قادمه. وايضا هنالك نوع اخر من تمرين اليوغا اسمه هوت يوغا، والتمرين الاخر ايضا لتفعيل شاكرا القلب واعاده توازنها التامل العميق، اكيد ومعظمنا اكيد ما يتامل. وتمرين المانترا اللي هي قوة اهتزاز صوتك في حال تكرار حروف معينة لتنشيط هذه الشاكرا، والحروف هذه تخص الشاكرا، يعني كأنها اسم للشاكرا. والنغمة الخاصة لتردد اهتزاز صوتك لشاكرا القلب هي جم. والصدقون لو قلت لكم التمرين الأخير هو أهم تمرين فيهم، هو أولا عن طريق حبك لذاتك والآخرين من حولك. وهذا شيء على فكرة بالكلام سهل، بس في التطبيق جدا صعب، وخصوصا حب الذات. ممكن أنت تحب الآخرين أكثر عن ذاتك، وهاي هي مشكلة. لذلك بداية تعريف شاكرة القلب لما نتكلمنا عن الحب المشروط، فهمتوا؟ في تفاصيل تخص الحب المشروط من هذه الناحية.
الآن وصلنا للجزء الأخير وهي الأحجار الكريمة التي تخص هذه الشاكرا، حجر الكوارتز الزهري وحجر الملاكيت، وهي شاكرا تحمل الصفات الأنثوية في المقام الأول. وأخيرا وليس آخرا لشاكرا القلب حديث طويل، وإن شاء الله سوف أسرده لكم في حلقات قادمة. وأتمنى أني قدمت لكم الشرح بشكل كافي ووافي، ولا تنسون الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ضروري يا جماعة عشان أول ما ننزل الفيديوهات توصل لكم على طول، ولايك لايك لايك وشير شير شير. سلام.